تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. وأعلن الرئيس السيسي رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصري. ووجه الرئيس السيسي التحية لكل من شارك في هذه المبادرة التي تهدف لتوفير حياة كريمة للأسر المصرية في الأرياف، خاصة الأسر الأكثر احتياجا، مشددا على استمرار الدولة في دعم بناء الإنسان. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر فقدت الكثير من الأراضي الزراعية نتيجة عدم استغلال الظهير الصحراوي. وأضاف الرئيس السيسي أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة 2.5 مليون فدان. توقعت سيلينا لا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً في 2020-2021 يبلغ 2.8%، وأن مرحلة التعافي بدأت بالفعل متوقعة نهوضاً أقوى في العام المالي المقبل بنسب نمو تصل إلى 5.2%. وأشادت في لقاء خلال برنامج كلمة أخيرة على شاشة أون بتعامل الحكومة المصرية في إدارة أزمة جائحة كورونا. عقب جولته بمنطقة بطن البقرة بالفسطاط، توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم مصر الجديدة. يرافقه المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة وعدد من رؤساء المحاكم. كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن بدء المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الجينية والوراثية الشهر المقبل، كاشفة عن تحديث 3 مراكز للعلاج الجيني في مستشفيات الجلاء للقوات المسلحة وعين شمس ومعهد ناصر. عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا لإعلان الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. كما أكد سيادته أن الوزارة درست جميع الملاحظات بعد إجراء الامتحانات التجريبية 3 للثانوية العامة، وأعدت التصور الأمثل للامتحانات النهائية والذي يضع مصلحة الطالب أولوية في المقام الأول.